جني زي الجني، كيف هذا الشيطان؟ كيف جني؟ يعني مثل بني آدم، مثل النمر، مثل ما أمشي. كيف كنت تشوف؟ كيف تشوف تخيل أبو العبيد؟ والله لا، أنا ما شاء الله خيل أبو الشيطان. أنا أجي الشيطان بنفسه في عينه وزينه. يعني صورته. يعني مثل الربح. الربح؟ الربح يا شيخ الربح. ايه. بس زايد معه جنوح. وثربه. وريش. بعدين ريت لو بلع عندي. ما معك يا اخي، ما انت من صوره، ما انت من شيء. ما هي من خليقه هذا الخليقه. قال انا الشيطان بنفسه. قرينك. اخي اتق الله، قالوا الشيطان لا يزع بحروق الدم. خلقه على الرياح ما عاشوه. ابو الذيل. لا يزع بالوريد. قلت يا اخي عينك قل سنجاب سعمنك يا اخي. من ايش ادخل؟ من جاي بعقلك؟ قال انا يعني مثلث، ساعه ريح وساعه طير وساعه بني ادم وساعه ما لا تعلم. قال والله. طيب ما دي عاوز مني؟ قال جيك اقدم لك خدمه. قلت له تقدم لي خدمه؟ قاسمك طرفك شيطان، يا حق قدمك خدم انت، لا خدم خلق الله. على خدمة؟ ايه بقدم لك خدمة، اطلب الولايات المتحدة الأمريكية، بشيلك للولايات المتحدة الأمريكية، شغالك هناك ومديك ريشة من ريشي يحرقها، حاضر باس عنده، رجعوك للبيت. قال اسمع بلع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أفكرك قليل هكذا، قال أنا قايل للكعبة، وقال قايل لا من الكعبة. ما يروح شنك صح؟ ايه. قال اسمع شليني لعند الكعبة بلع الولايات المتحدة الأمريكية، شليني لعند الكعبة شاخذ لي 7 لوبات وارجع. قال يلا اصعد فوق ظهري. ما انا ركبت فوق ظهره وبصص هكذا هنا بعوقه، وهو على العلي يا صاحبي، بين السموات والارض وبين المثار المهم، ويقبله السقعه ورجلي سقعين ويداتي سقعين. المهم اصانك الله دحش البول. قال كل عقاب يبول انا خلاص زدني القاع. قال ما اقدرش يزد الا القاع، واصعد ثاني مره بل ظهري لك زولي. اوه يا ما محمود عليه تره. ما بعد يوم تربكوا كان يقول شوت شوت شوت، المهم كان قرن بي خلاص اعتجشها بطني والدنيا هذا غرفوا اخي عنقى بطني بقى بيزعاجي يا منعه الدنيا القاع خلاص. قال لا اقول لك ظهري لك زولي من يوم خرقنا. قالكوا يا اخي عيب. قال لا اقول لك ظهري لك زولي، ما اقدرش انزل واسعر ثاني مره. ومحمود زعجر لا حال الفراش ولا حال كن بالقاول تمام. طط هديك والارفه لا تعصر يا صاحبي، خلها على ربك. لا الشيطان ما بيعزل المرأة. ما عليك، امه من عاده تبع كلام الشيطان لليوم خلاص حرم علي العائق، يعني قابله هذا الشيطان.